بداية جديدة. البداية الجديدة انطلاقة جديدة في الحياة. هنالك بعض الناس أصابتهم مشاكل، هذه المشاكل يعتقد أن نهاية الحياة بها. مثلا واحد تعرض إلى مشكلة انفصال، انفصل عن خطيبته عن زوجته، أو وحدة انفصل عنها خطيبها وانفصل عنها زوجها، يعتبر أن الحياة انتهت خلاص. هذا الأمر باعتبار أنه صار إلي خلاص الحياة انتهت، مع أنه موجود عنده أيام وعنده سنين أمامه قاعد يعيشها. هو يقتل هذه السنين، يقتل هذه الأيام، لأن حصل عنده هذه المشكلة. واحد فقد عزيز تنتهي حياته عند هذه المصيبة. واحد سقط في امتحان تنتهي حياته عند هذه المشكلة. يحتاج هذا إلى بداية جديدة، يحتاج إلى انطلاقة جديدة. بين قوسين أيها الأحبة لازم نعرف هذا الشيء. هذه البداية الجديدة اللي راح نتكلم عنها وقاعدين نتكلم عنها مو متعلقة بفئة معينة من الناس، مو متعلقة بعمر معين، بشريحة معينة، بنوع معين، لا. هذه البداية الجديدة يحتاجها كل واحد من عندنا، الصغير، الكبير، الصاحي، المريض، الشاب، الكبير، المرأة، الرجل، كلهم على حد سواء في حاجتهم إلى البداية الجديدة. فإحنا نحتاج بداية جديدة عشان هذا الأمر اللي فات، هذه المشكلة اللي صارت يصير وراها نقطة انتهت، أنا راح أبدأ من جديد. الآن السؤال اللي نريد نطرحه، وهذا السؤال مهم ويمكن كثير يسألونه، ليش أحتاج إلى بداية جديدة؟ أنا عرفت البداية الجديدة، لكن ليش أحتاج إلى بداية جديدة؟ رقم واحد، أنا أحتاج بداية جديدة لكي أحصل على هدوء نفسي، هدوء نفسي. هذا الهدوء النفسي ما راح أحصل عليه، ما راح أحصل عليه وأنا أعيش الروتين اللي يتكرر في كل يوم، ما راح أحصل عليه وأنا أعيش المشاكل في كل يوم، ما راح أحصل عليه وأنا أعرف أن أنا محاط بالسلبية في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت. وين ما كنت أنا محاط بالسلبية. أنا أحتاج إلى الهدوء النفسي. شنو الهدوء النفسي؟ الراحة، الراحة اللي تنبعث داخلك لما يكون كل شيء في أمورك ممتاز، كل أمورك ممتازة، كل علاقاتك طيبة، كل حالاتك جيدة. في بعض الناس، عندهم امتياز في جانب معين وعندهم سقوط ورسوب في جوانب أخرى. مثلا واحد علاقته مع الله سبحانه وتعالى ممتازة، الصلاة يصليها في أوقاتها، ماك واجب من الواجبات، ماك واجب من الواجبات لله سبحانه وتعالى في رقبته إلا وأداه. لكن لما اجي تشوف حياته الداخلية مع أهله، مع زوجته، مع أولاده، تشوفه زيرو إن ذا ليفت، متوقفة، صفر تعطيها. تشوف حياته مع الآخرين، مع الناس، هم كذلك متوقفة. هذا عنده امتياز في جانب، عنده أنه جيد في جانب، لكن بقية الجوانب ساقط فيها. فهذا يحتاج إلى بداية جديدة، لكن مو في جميع الجوانب، في جانب معين. وهذه إذا اكتملت جميع الجوانب راح أحصل على الهدوء الداخلي، الهدوء النفسي، بحيث أن أنا أكون مرتاح، ما في شيء شاغبني، ما في شيء يزعجني، ما في شيء مش يشغل بالي. يا حبتي تعال أنت فكر، تخيل ذاك اليوم اللي تقعد فيه من الصبح وماكو شيء يشغل بالك بحيث انك انت تنزعج لما تتذكره، ماكو شيء يشغل بالك بحيث انه ينقص عليك هذا اليوم. هذا اليوم بيصير يوم جميل، يوم رائع، يوم مريح، يوم هادئ مو ثقيل. لكن اليوم اللي تجلس ويتكرر هذا اليوم كل يوم كل يوم،
تجلس منه وأول شيء يجي في بالك المشكلة اللي مع فلان، أول شيء يجي في بالك أن علاقتك مع الله سبحانه وتعالى مو تامة، أول شيء يجي في بالك ترى المشكلة مالت أمس هي زوجتي للحين ما انحلت، أول شيء يجي في بالك ترى ولدي خلاص سوى كذا وقام بكذا. هذه شو هاي الحياة؟ بأي طريقة؟ شنو هاي الحياة اللي من هاي النوع؟ شنو هذه الحياة؟ هاي حياة ثقيلة. فعشان هي الحياة ما تكون متكررة، مو كل يوم تكون موجودة، أنا أحتاج إلى بداية جديدة، أنا أحتاج أيضا إلى بداية جديدة لتحقيق بعض الأهداف المنسية. الشباب وكلكم شباب، والكبار الموجودين كانت عندهم شباب عندهم أهداف سابقة، هذه الأهداف السابقة تراكمت عليها أحداث السنين، تراكمت عليها المتغيرات اللي يعيشها الإنسان في بعض الأحيان غصبا عنه ورغما عنه، ونست هذه الأهداف. واحد ممكن يوم من الأيام كان يحب أنه يصير شيء معين، كان يحب أنه يوصل إلى مستوى معين، كان يحب أنه يمتلك شيء معين، لكن تراكمت الأحداث، تراكمت الأمور، ونسى هذا الهدف وراح وصار كل ما يتذكره يتذكر اي والله هذا ليش كنت انا بيصير كذي. لما يشوف واحد وصل الى هذا الهدف يتحسر، انا كنت لازم اوصل اليه قبله، انا كنت لازم اصير مثله، انا لازم اكون في مكانه. بعض الاهداف هذه الموجوده في ذاكرتنا والموجوده في حياتنا تحتاج الى بدايه جديده. مثلا واحد كان هدفه من اهدافه القربة الى الله سبحانه وتعالى ويريد يمتطي الليل، يريد يصلي صلاة الليل، لكن الأمور زاحمت عليه، الحياة أخذته، أمور الحياة اللي ما تخلص وما تنتهي كل يوم يأخذه جانب، ونسى صلاة الليل وما كانت موجودة. خلاص هدف ينبي يوصل إليه وما استفاد منه، ما وصل إليه، هذا هدف منسي. زين بتخلون أهدافكم بس يجي يوم من الأيام تشاغب حياتكم، تذكركم بالأيام الجميلة والرائعة اللي لازم تعيشونها وما عشتونها. وخلاص لولا أنا أحتاج إلى بداية جديدة وأنطلق وأوصل إلى هدفي. وماكو أفضل من شهر رمضان المبارك لأصل إلى أهدافي. فأنت ممكن الليلة تراجع أهدافك المنسية وتبتدي تحققها من جديد، لأن ممكن واحد من هاي الأهداف مو فيه فائدة بس إليك أنت، فائدة إلى المجتمع. واحد يجي في باله فكرة مشروع معين، هذا المشروع يفيد أهالي القرية كلهم، لكن زاحمت الأمور وما شابه وراح هذا المشروع، ممكن بعد كان كاتبنه. الآن نحتاج إلى بداية جديدة ونعيد الحياة إلى هذا المشروع، أنت تحقق فيه إنجاز إلى نفسك ترضي الله سبحانه وتعالى ويستفيدون منه المجتمع. فبداية جديدة لتحقيق بعض الأهداف المنسية. ممكن الحين وأنا أتكلم جد في بالكم بعض الأهداف اللي كانت سابقة موجودة عنكم. واحد ممكن هدف من أهداف أنه يحفظ القرآن الكريم، يحفظ جزء 30 على الأقل، هذا هو جوه، وهذا هو ربيع القرآن، شهر رمضان بين أياديكم، تحيي هذا الهدف من جديد وتوصل إليه. ماذا أحتاج لأبدأ من جديد؟ رقم واحد أيها الأحبة، أنتم تحتاجون إذا كي تبدأ من جديد إلى خطة شاملة محكمة. كثير مننا نستسهل بقضية التخطيط. التخطيط شيء ضروري ومهم، أصلا أنتم تعيشون يوميا، أنت من تجلس من الصبح تعرف عندك تخطيط هذا اليوم شنو بسوي. القضية أنك أنت خططت إلى هذا اليوم في بالك في عقلك، أنت خططت إلى يوم واحد. أنا اللي أطلبه من عندك أنك تخطط لبقية حياتك، ولازم تكون هذه الخطة خطة شاملة، مو خطة تشمل مثلا تعديل العلاقات مع الأهل وعلى الأصدقاء مع الآخرين وتنسى بقية الأمور الثانية المتعلقة بتعديل العلاقة مع الله أو متعلقة بتعديل العلاقة مع النفس. فلابد تكون عندك خطة. الآن شيء طبيعي العقلاء يفكرون بهذه الطريقة، والعقلاء يطلبون هذا الأمر،
أنا لو بطلع من الآن من هني من هذه القرية الكريمة وأهلها الكرام وراح أرجع إلى قريتي، أريد أطلع من المرخ وأرجع سترة، فأعرف مرسوم الطريق في بالي وين بروح، وعادة راح أسلك الطريق الأسرع والأسهل عشان أوصل إلى هدفي بصورة سريعة وسهلة. الآن أنت تعال الأهداف المنسية، تعديل العلاقات، لأن الحين راح أتكلم عن مع من ومع وكيف شلون نبدأ بداية جديدة ومع من نبدأ بداية جديدة. أنت تحتاج إلى خطة، وهذه الخطة الليلة حل لازم تنفذ. خلينا نعتبر أن هذا هومورك، خلينا نعتبر أن هذا واجب منزلي. اقعد ارجع الليلة وخطط إلى شهر رمضان الكريم، وخل فيه بعض الأمور، ما لا تخلي أشياء كل شيء تخليه فيه، لا تخلي البيض كله في سلة واحدة. حقق بعض الأمور ولو هدف واحد، ولو شيء واحد، أنت وصلت إلى شيء أحسن من أنك أنت تظل خالي. فأول شيء خل خطة محكمة وشاملة. اثنين، أنت عشان تبدأ بداية جديدة تحتاج إلى دافع، تحتاج إلى دافع. هذا الدافع قوة داخلية موجودة في داخلك، تنبعث داخلك عشان تحركك لكي تقوم بشيء معين. هذا الدافع، دافع تعريفه، قوة داخلية تنبعث داخلك تخليك تتحرك عشان تحقق شيء معين. وكلما كان الدافع أقوى، كلما كان تحقيق هذا الأمر أسهل. كلما كان الدافع أقوى كان تحقيق هذا الأمر أسهل. كلما كان القائل دافع بسيط هذا الأمر، نسأل الله الدعاء في تحقيقه. فأنت تحتاج إلى الدافع، وهذا الدافع موجود داخلك مو موجود في الخارج، أنت اللي تشغله، أنت اللي تشغله. مثال على الدوافع، أنت لما تعطش، لما تجوع، شنو القوة اللي تخليك تقوم من مكانك وتروح إلى مكان الموجود فيه الماء عشان تتروي نفسك، أو المكان اللي فيه الأكل عشان تغذي نفسك وتشبع نفسك؟ هي القوة هنا نسميها الدافع. كلما كان الجوع أقوى والعطش أزيد، الحركة صارت أقوى، صارت أسرع. يعني واحد الآن في حالتي وأنا قاعد على المنبر زين، وأحتاج إلى الماء، بس بسوي كذي وبشرب ماء. صلوا على محمد وآل محمد. فهذه الحركة الآن هي دافع، دافع ممكن أنها، لأن دافع بسيط ممكن أن نخلي السالفة إلى نهاية المجلس. لكن لو زاد هذا الدافع، يخليني لا ممكن أتكلم يا أبو بتول مولاي يجيبوا لنا ماء، الدافع زاد أزيد لا ممكن أحول من على كرسي مالي وأروح أشرب الماء. لو منعت من أني أنا أشرب الماء وأنا محتاج إليه، ممكن أن أتقاتل عشان أحصل عليه. كل ما زاد الرغبة، كل ما زادت القوة، كل ما زادت الحاجة، صار الدافع أقوى. زين أيها الأحبة، هذا الدافع القوي موجود داخلنا، هذا الدافع القوي موجود داخلنا، ولا بد يتحرك من داخلنا شيء بشيء. يذكر يقال أن بهلول، الشيخ البهلول أعقل المجانين، شيخ البهلول هذا كان في زمن الإمام الكاظم عليه السلام، وكان من علماء الإمامية. عرض عليه القضاء أن يكون قاضي في دولة هارون الرشيد، فاغتم وراسل الإمام الكاظم عليه السلام الجماعة يعرضون علي القضاء، وإيش تقول؟ فجاه الجواب من كلمتين: جنة يا بهلول، جنة يا بهلول، سو روحك مجنون وهرب من القضاء، اهرب من انك انت تكون في هذا المنصب، خصوصا في دولة الظالمين. على كل حال، هذا بهلول يوم من الايام سأله هارون الرشيد، قال اليه: يا بهلول، ما قيمة ملكي عندك؟ فقال له: قيمة ملكك عندي لا يساوي عزكم الله بولا. عارفين هارون؟ لا، هارون اللي عنده من
من الصين إلى الأندلس كله تحت إيده. أينما تمطري يأتوني خرجك. دولة ذهبية، هذا ماكو واحد في العالم، أنا في تصوري ماكو واحد وصل إلى مثل هذا الملك، ما أحد وصل إلى مثل هذا الملك الذي يعني مترامي الأطراف. وإذا يجي له واحد مجنون ويقول إليه هذا ما يساوي عندي بول، فقال له شنو ما يساوي عندك هذا لهذا المقدار يعني؟ قال له يا خليفة، الآن لو أنك عطشت وأردت أن تشرب الماء وأنا أملك الماء، وقلت إليك أعطني نصف مملكتك بهذه الشربة، تعطينيها أو لا؟ فكر شوية، قال لا، لا أعطيه نصف مملكتي وأعيش أحسن من أن أنا أموت والمملكة كامل عندي، شو أستفيد منها إذا مت أنا؟ فقال إيه، أعطيك نصف مملكتي بشربة ماء. قال له زين، لو أن الله سبحانه وتعالى حبس عنك هذه الشربة وما خرجت من جسمك، عادة يشرب الماء فيتحول الماء إلى بول ويطلع، لو أن الله حبس عنك هذا وعندي أنا العلاج، وطلبت من عندك أن تعطيني نصف مملكتك الآخر بهذا العلاج، تعطيني إياها أو لا؟ قال لي أعطيك إياها عشان أعيش، عشان يخرج هذا الأذى من جسمي. فقال لي هذا لا قصده، ملكك عندي لا يساوي بول. هذا شوف اللي شنو اللي يخلي الواحد يوصل إلى أنه يبيع ملكه كامل، مو ملك أي واحد، ملك هارون الرشيد، عشان يحصل شربة ماء. النفس، أنه هذا هو الدافع. فأنت عشان تبدأ من جديد تحتاج إلى دافع. الآن هذا الدافع هو الأمر الموجود داخلك واللي لازم تفكر فيه. اثنين من الأشياء اللي أنت تحتاجها عشان تبدأ من جديد، إرادة قوية. ليش أحتاج إرادة قوية؟ لأن كثير من الأمور ممكن يصير فيها عقبات، يصير فيها عقبات. عشان أوصل إلى الله سبحانه وتعالى موجودة عقبات، عشان أتواصل مع الآخرين موجود عقبات، عشان أتخلص من بعض الأمور الموجودة في نفسي موجود عقبات. وهذه العقبات ما راح يتم تجاوزها إلا عن طريق إرادة قوية. فتحتاج لأنك أنت تشحن إرادتك عشان تبدأ من جديد. أيضا يصير عندك رغبة في التغيير. أنت تطلع على روحك، هل أنت راض عن نفسك بما هي عليها الآن؟ ممكن واحد يقول إيه أنا راضي عن نفسي بما هي عليها الآن. أنا أقول إليك خلونا نجرب، خلونا نجرب. أنا أخلي إليك في هذه اليد 100 دينار وفي هذه اليد 1000 دينار، تختار أي شو، أي واحدة؟ الألف لو 100، كل العقلاء يختار 1000. إنزين ليش ما اخترت 100؟ لأن عادة الإنسان يطلب الأفضل إلى نفسه، عادة الإنسان يطلب الأفضل إلى نفسه. بيت كبير أو بيت صغير، اختار البيت الكبير. سيارة موديل جديد أو سيارة موديل قديم، اختار السيارة الموديل الجديد. هذا العمل اللي فيه رضا الله سبحانه وتعالى إذا قمت به راح تخرج كما ولدتك أمك من ذنوبك، وهذا العمل كما يرضي الله سبحانه وتعالى إذا قمت به راح تحصل 1000 حسنة. راح تسوي أي عمل؟ اللي يطلعك من ذنوبك يوم ولدتك أمك. عادة الإنسان يطلب إلى نفسه الأفضل، يطلب إلى نفسه الأحسن. ولأنك تطلب لنفسك الأحسن، حتى لو أنت كنت ممتاز، حتى لو كان وضعك جيد، دائما فوق كل ذي علم عليم، عادة تطلب الأفضل والأحسن إلى نفسك. الآن أنا في هذا المستوى وأحب أني أرتقي، أنا في قربي إلى الله سبحانه وتعالى في هذا المستوى، أحب أن أرتقي. أنا بيني وبين نفسي واصل، عندي هذه المكتسبات وعندي هذه الأمور لم أتخلص منها. هذه الأمور لنا أقول عنها رغبة في التغيير. يصير عندك رغبة في التغيير، ولابد تكون هذه الرغبة قوية، هذه الرغبة لابد تكون قوية. وأنت كما أسلفنا سابقا أن في عندنا ناس ممتازين في جانب، لكن في جانب الثاني مو ممتاز. قد يكون في علاقته مع الآخرين ممتاز، لكن يحتاج أن يصلح علاقته مع الله.
وبهذه الطريقة رغبة في التغيير. أنت تحتاج الرغبة في التغيير في هذا الجانب، آخر يحتاج الرغبة في التغيير في هذا الجانب، وعلى هذه الأساس أنت تحتاج إلى بداية جديدة. الآن البداية الجديدة مع من؟ البداية الجديدة مع من وكيف؟ البداية الجديدة أيها الأحبة في ثلاث اتجاهات: رقم واحد مع الله سبحانه وتعالى، رقم اثنين مع الآخرين، ورقم ثلاثة مع نفسك. مع الله، مع الآخرين، مع نفسك. نبتدي مع الله سبحانه وتعالى لأن حقه مقدم على جميع حقوق العباد. شلون أبدأ بداية جديدة مع الله سبحانه وتعالى؟ رقم واحد في بدايتك الجديدة مع الله سبحانه وتعالى، ونحن في شهر الله وأول ليلة من شهر الله سبحانه وتعالى، ولابد نخلي هذا واضح. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول في زبور آل محمد أنه حق الله سبحانه وتعالى عليك أن تعبده ولا تشرك به أحد. حق الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تبدأ بداية جديدة مع الله، أنك تعيش هذا الجو معك يا رب، العبادة خالصة إليك، عبادتي حقك سوف أقدمه لك كامل مكمل. الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأنا راح أعبدك وما راح أدخل ضمائم أثناء العبادة، راح أتعبد إليك وما راح أدخل ضمائم، ما راح أدخل يعني شركاء في العبادة بطريقة واعية أو بغير واعية. أنا أحتاج إلى أني أقدم عملي وإن كان بسيط إلى الله سبحانه وتعالى خالص كامل، خالص كامل. فالعبادة لله وحده لا شريك إليه، لا تدخل أي أحد ثاني. هذا طبقه في كل شيء، طبقه في كل شيء، في صلاتك، في صيامك، في تعاملك مع الآخرين، لأن الدين المعاملة في كل جانب. إذا أردت أنك تتحرك، إذا أردت أنك تتحرك فهذه الحركة لله سبحانه وتعالى، وما كان لله ينمو. فأول خطوة في البداية الجديدة مع الله سبحانه وتعالى، اجعل عبادتك له خالصة لا لأحد آخر، لا شريك في عبادتك له. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك. إذا الآن أنت تنظر إلى روحك، والله أنا عندي مخلفات سابقة في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، بعض الواجبات والله يوم من الأيام ما صمته، يوم علي كفارة معينة مال التضليل، مال كذا ما شابه، علي صلوات ما صليتها، شهر رمضان خلى هذه البداية، وهذا الكلام خلي يسمع كل واحد. إذا كانت عندك بعض الواجبات المتخلفة، لا يجي باكر ولا يجي نهاية شهر رمضان إلا وأنت أنهيتها أو جعلت خطة لإنهائها. ممكن واحد عنده صلوات كثيرة كم سنة ما صلاها، خل خطة إلى إنهائها، كل يوم بصلي هالقد، هذا الوقت راح أخليه للصلاة لقضاء ما علي من صلاة. وأنا أشوف أن في البلد، أشوف أن في بعض القرى سوت برامج إلى قضاء الصلوات الفائتة. الآن أنت إذا كان هذا البرنامج يناسب ممتاز، إذا ما يناسب سوي برنامجك الخاص واقضي ما فاتك من صلوات. أيضا إذا كان متعلق في رقبتك الحج، كنت مستطيع في سنة من السنين ولم تحج، حج، اجعل خطة لكي تحج، سو شيء عشان يوصلك إلى قضاء ما عليك مع الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، بداية جديدة مع الله سبحانه وتعالى يعني أن تخدم دين الله بكل ما أوتيت. في ليلة من الليالي راح نتكلم إن شاء الله عن خدمة الدين أو خدمة الآخرين أو العمل التطوعي، لكن خل خطة لخدمة الدين. أنت سفير إلى دينك، أنت عنوانك مسلم، عنوانك مسلم، بما أنك مسلم وهذه نعمة من عند الله سبحانه وتعالى، هنالك أناس في أرغال أفريقيا وشرق آسيا وغرب العالم لم يعرفوا الله سبحانه وتعالى،
لم يكونوا لوالدين يوحدون الله سبحانه وتعالى، لم يولدوا في بيت يوالي أهل البيت عليهم السلام محبة، ينبتون في نعمة عظيمة. والله احنا في نعمة عظيمة. هؤلاء شي يسوون في حياتهم؟ شي يسوون في روحهم؟ حياتهم وين نهايتها؟ ما موجودة. أنت الله أنعم عليك وخلاك لهذه الأم المسلمة ولهذا الأب المسلم، وخلاك لهذه العائلة المؤمنة، وخلاك لهذه العائلة الموالية، وتربيت داخل الماتم. نعمة من عند الله، نعمة تستحق الحمد، تستحق الشكر. فأدي حق النعمة واخدم دينك بهذه الطريقة. على أقل التقادير أنت بديت بداية جيدة مع الله سبحانه وتعالى، وبداية جديدة. اثنين، هذا مع الله سبحانه وتعالى. اثنين، مع الناس، مع الآخرين أنت تحتاج بداية جديدة. والآخرين ثلاث دوائر. أول دائرة هي الدائرة الضيقة اللي متكونة من الزوجة، الأولاد، أو الزوج، الأولاد، الأقرباء، الوالدين، العائلة، هذين اللي حواليك، هذين تحتاج إلى بداية جديدة معاهم. والبداية الجديدة واحد مع هاي الدائرة، واحد حسن علاقتك معهم. اللي عنده مشكلة يا زوجته الليلة يحلها، اللي عنده مشكلة يا زوجته الليلة يحلها، ويبدأ بداية جديدة معاها، يبدأ بداية جديدة معاها. لا تخلي يجي شهر رمضان وعندك مشكلة مع الأهل. اللي عنده مشاكل مع الأولاد يحلهم، أو ما عندي مشاكل الممتاز مع زوجتي مع أولادي، ضع برنامجا للتواصل، ضع برنامجا للتقارب، خلق قريب منهم. صل صلاة جماعة بأهل بيتك، صل صلاة جماعة، صلاة الصبح اللي أكثر الناس يسهرون لصلاة الصبح في أجواء شهر رمضان، باعتبار أنه بعد قريب صلاة الصبح مو بعيدة. صل صلاة الصبح جماعة بهم، صلاة الظهرين جماعة بهم. خل جو عبادي داخل البيت، خل جو عبادي داخل البيت، اجمعهم في مكان معين وقرأوا الدعاء. والليلة يستحب دعاء الجوشن الكبير، لكن جمعتهم الليلة وما تخلص اليوم الصبح. لا، أنا أقول أنه قم بجو عبادي، اجعل جو عبادي داخل البيت. أيضا من ضمن الدائرة الأقرباء والعائلة. إذا كانت عندك مشكلة مع أحد أقربائك أو عائلتك صلحها الليلة، والسالفة هذه ما تحتاج من عندك إلا أنك ترفع تلفونك وتتصل إلى فلان تنهي المشكلة. لا تخلي أي مشكلة بينك وبين أقربائك، لا تقطع رحمك، صل رحمك، صل من قطعك. أيها الأحبة، قطيعة الرحم من قواصف الأعمار، ينقصف عمرك، ينتهي، ينقص بقطيعة الرحم. ليش؟ ارفع التلفون هذه الليلة وتواصل مع هذا القريب، سواء كان بينك وبينه مشكلة أو ما كان. هنأ بالشهر وقول له مبارك عليك الشهر، أسألكم الدعاء، لا تنسانا من دعائك في هذا الشهر الكريم. أنت إيش سويت؟ ولا تعتمدون على هذا المسج اللي يتداولونه كل سنة، هذا مال الواتساب، كل واحد يطرش الأم هذا. ارفع تلفونك لأن هذا فعلا يعطي قيمة، واتصل إلى فلان وفلان وفلان الأقرباء وهنئهم بالشهر الكريم. أنت تواصلت معهم، أنت وصلت رحمك. فهذه بداية جديدة مع هذه الدائرة. عندنا دائرة أوسع، وهي الدائرة الأوسع تتكون من الأقرباء، الأصدقاء، أهل القرية، تتكون من زملاء العمل، زملاء الدراسة. هذين بعد يحتاجون من عندك أنك أنت تعيد علاقتك معهم، وتكون نفسك في التعامل معهم، تتعامل معهم على أساس أنت مو على أساسهم. حبايبي، إحنا مشكلتنا لما نتعامل مع الآخرين نتعامل وياهم على هم، على هم مو علي أنا، وهذه مشكلة كبيرة. ليش؟ لأنهم يديرون تعاملهم وياي، مو أنا اللي أدير التعامل. يوم من الأيام دخل واحد شامي من الشام، مدينة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فشاف الإمام الباقر سلام الله عليه يمشي ويتحاوطونه الناس، يبجلونه، يحترمونه،
فقال من هذا؟ قالوا له هذا محمد بن علي، محمد الباقر بن علي السجاد بن الحسين الشهيد بن علي بن أبي طالب. قال ها هذا ابن أبي تراب، حفيد أبو تراب، وهذا شامي 80 سنة متربي تحت منابر يسب فيها أمير المؤمنين عليه السلام. 80 سنة يسب أمير المؤمنين على منابر المسلمين، فهذا متربي في هذا الجو. فرفع بشته وراح عشان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسب حفيد أبي تراب. في ناس فكرهم كذي، فكرهم أن نخلونا نتقرب إلى الله بأذية الآخرين، ما عندي شيء أتقرب به إلى الله له. فانتهت جميع القرب، بقت أن خلونا نتقرب بأذية الآخرين، مشكلة. وإحنا بعد ساعات نفكر بنفس الطريقة، إذا أذى واحد واحد يقول لا لا سوي كذي، لا إلا هندي، إيش الفكر؟ إيش هذا؟ لا إلا كذا، إلا كذا، شنو هو؟ مو مسلم، مو إنسان هذا، مو مسلم، مو مشكلة، مو إنسان، هذا مو جونا، مو أخلاقنا، مو أخلاق أهل البيت عليهم السلام. شوف أخلاق أهل البيت عليهم السلام شلون. أنبيكم صيرون في جو الحادثة. تخيل سيد السيستاني يمشي في مكان محاوطينه العلماء، ويجي واحد ويتكلم وياه بنفس الطريقة اللي راح يتكلم بها هذا الإنسان مع الإمام. جاء وقف أمام الإمام الباقر عليه السلام وقال له يا هذا أنت البقرة؟ مو الباقر له يريد أن يهينه، يتعرض إليه، أنت البقرة؟ الآن لو أنا مكان الإمام الباقر وش بيسوي؟ على الأقل يعني إذا ما صارت سالفة ضرب، أنا بقرة؟ أنت بقرة، أهلك جايب البقرة، كل عائلتك، كل عشيرتك، ديرتك، لأن هي الطريقة، ها قصدي أنه ينفعل الآخر، يخليني أنفعل وأصير في مستواه. أنت البقرة؟ قال لا، يسموني باقر العلم. هذه أخلاق أهل البيت عليهم السلام. شاف أنه ما أثار هذا الجو، فقال له أنت ابن الطباخة؟ تعرض إلى والدته، أنتم كلكم عنكم الخط الأحمر الوالدة، والإمام الباقر منه أمه؟ فاطمة بنت الإمام الحسن عليه السلام، مجمع النورين الإمام الباقر. أنت ابن الطباخة؟ قال له تلك حرفتها. شاف إن ما أثاره، ما أثير، راح إلى مستوى أعلى. أنت ابن السوداء البذيئة؟ وصل إلى مستوى هذا ساب. أنت ابن البذيئة، بذيئة الغير نظيفة اللسان، لسانها وصخ، هذا مستوى عالي جدا. لو أي واحد ثاني مكان الإمام الباقر ممكن تصدر منه ردة فعل غير صحيحة، لكن الإمام لأنه مدرسة أهل البيت عليهم السلام. قال له إن كنت صدقت غفر الله لها، وإن كنت كذبت غفر الله لك. هذا ما حصل أي مستوى هذا من الأخلاق، هذا ما هو متصور أن في إنسان في العالم على هذا المستوى. فانكب على رجليه يقبلهما وهو يقول الله أعلم حيث يضع رسالته. أنتم أهل الرسالة فعلا، هذا هو الإسلام الحقيقي. وأنت أيها الحبيب هم كذلك، ابدأ بداية جديدة مع الآخرين بهذه الطريقة. لا تقول فلان هو ضربه، فلان هو كذا، هو منه الغلطان، هو لا تقول هذا الكلام. أخلاقك شنو تقول؟ دينك شنو يقول؟ مذهبك شنو يقول؟ أئمتك شنو يقولون؟ وصل من قطعك من هؤلاء، وابدأ أنت بالسلام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخيه فوق ثلاث، وخيرهما من يبدأ بالسلام. فهذا هو أخلاقنا، ابدأ بداية جديدة مع الآخرين. أخيرا، بداية جديدة مع نفسك. تعال اطلع على روحك، شنو هو موجود تريد تتخلص منه، وشنو هو موجود تريد تكتسبه. في بعض الأمور اللي موجودة عندي، مثلا أنا غضب عصبي، أغضب بسرعة، أنا أتخلص منها. شهر رمضان بداية جديدة، ما راح ينتهي شهر رمضان إلا وانتهت معها العصبية. أنا أتحسس ويسبب لي واجد، هذا الأمر يسبب لي مشكلة واجد، ما راح ينتهي شهر رمضان، ابدأ من الآن، ما راح ينتهي شهر رمضان إلا وانتهت معه هذه الأمر. عندي كم ذنب، كم معصية أنا مداوم على
القيام بها، ما راح ينتهي شهر رمضان إلا وانتهت هذه المعاصي. في الجانب الثاني عندي بعض الأمور اللي أريد أكتسبها، شنو اللي تريد تكتسب؟ شنو ينقصك وتريد تكمله؟ الليل هذا ضمن الخطة لازم ينكتب أمر معين، علم معين، فائدة معينة، معرفة معينة، كل هذا خله ضمن البداية الجديدة مع نفسك. أنت بذلك سويت كل شيء، كملت كل شيء مع الله سبحانه وتعالى، ممتاز، مع الآخرين ممتاز، مع نفسك ممتاز، جمعت كل شيء. أنت بهي الطريقة حصلت على الهدوء الذاتي، حصلت على الهدوء النفسي. ليش؟ لأن ماكو شيء يزعجك. في شيء يزعجك؟ مع الله أنا ممتاز، مع الآخرين أنا ممتاز، مع نفسي أنا ممتاز. هذا الإنسان يسير نحو التكامل، واحد متكامل يسعى إلى الأفضل. وإضافة إلى الهدوء الذاتي والهدوء الداخلي راح تحصل على رضا الله سبحانه وتعالى، لأن ماكو شيء يمنع رضا الله في هالجانب. في شيء يمنعه؟ ماكو شيء. في علاقتي معك يا رب أنا الحمد لله مؤدي جميع ما علي وأعبدك لأنك أنت. في علاقتي مع الآخرين كل الناس أنا متعامل إياهم بطريقة ممتازة، بما يرضيه، بما يرضاه ديني وأهل البيت عليهم السلام. مع نفسي الحمد لله رب العالمين، أشياء واجد غير جيدة تخلصت منها واكتسبت أشياء واجد ممتازة. هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى يرضى عنه، ماكو شيء يخليه ما يرضى عنه. وانت اذا حصلت على رضا الله سبحانه وتعالى بعد شنو تريد ازيد؟ شنو تريد ازيد؟ اذا الله سبحانه وتعالى رضى عنك بعد تحتاج ان فلان يرضى وفلان يرضى وفلان يرضى؟ الله سبحانه وتعالى الكامل، العالم، المقتدر، كل شيء راضي عنك، انتهى الموضوع. فحصلت على رضا الله سبحانه وتعالى، وايضا حصلت على رضا اهل البيت عليهم السلام، لان هذا هو الشيء الحقيقي، هذا هو الشيء الحقيقي. ما عنده مشاكل ويا الله، ما عنده مشاكل مع الآخرين، ما عنده مشاكل مع نفسه. الإمام الصادق يقول إلى أحد أصحابه: اكفونا ما بينكم وبين الناس، تعالوا إلينا يوم القيامة، ما عندك مشاكل ويا الناس، ما وإحنا راح نشفع إليكم. والله الإمام الصادق أنا أروح إليه يوم القيامة سيري ومولاي يشفع إلي، وإذا يشوف الصحيفة مليئة بالمشاكل مع الآخرين شلون يشفع إليك؟ يجي يوم القيامة تروح للإمام الصادق: سيدي اشفع لي، وإذا عندي صلوات ما صليتها، عندي يعني واجبات ما أديتها، شلون يشفع لي الإمام؟ شلون تطلب الشفاعة؟ على أي أساس؟ على أي أساس تطلبها؟ وكان عندك المقدرة على أنك أنت تتجاوز هذا كله. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. بهذه الطريقة أنت حصلت على رضا الله سبحانه وتعالى، حصلت على رضا أهل البيت عليهم السلام، وهدأت نفسيا. يخلص شهر رمضان ويجيك المنح الإلهية في يوم العيد، هذا اللي احنا نطلبه، وهذا اللي احنا بنوصل إليه، وهذا اللي لازم نسعى إليه. فأرجوكم أيها الأحبة من هذه الليلة ابدأوا بداية جديدة، وسعوا إلى أن أنتم تحصلون على هذه الأمور، لأن في إمكانكم أن أنتم تحصلون عليها، حتى وإن كانت الأثمان غالية. تعالوا إلى أهل البيت عليهم السلام، شكد قدموا عشان يحصلون على رضا الله سبحانه وتعالى؟ شكد قدموا كثير. سيدة زينب عليها السلام في ليلة 11 تتخطى القتلى، شنو قلب هاي المرأة؟ فاقدة أخوتها، فاقدة أهل بيتها، فاقدة أصحاب أخوتها، فاقدة أولادها، تصل إلى الإمام الحسين وإذا بها تراه مقطع على البوغة، ولم تجد فيه مكان لم تطأه الخيول بحوافرها. الإمام السجاد عليه السلام يقول: كنا نسمع صوت أضلاع والدي تتكسر تحت سنابك الخيل كما تتكسر القوارير ونحن في المخيم، وإذا بها تأخذ الإمام الحسين تسنده على صدرها
ترفع طرفها إلى السماء وتنادي إلهي تقبل منا هذا القربان. الإمام السيدة زينب وهذا أغلى ما عندها أخوها الإمام الحسين تقدمه قربان لله سبحانه وتعالى، ثم ترجع إلى تلك الخيام المحروقة تنظر يمينا وشمالا، هذه الخيام كانت عامرة بأهلها في الليلة الفائتة، هنا كان يقف العباس، هنا كان يقف الحسين، هنا كانت أخوة العباس أولاد الإمام الحسين يحوطون المخيم، وإذا بهذه الليلة هي فاقدة وحيدة، حولها يتامى أخيها الحسين تنادي عم أين والدي. التفتت إلى أخيها الحسين، أخي حسين أيرضيك هذا؟ التفتت إلى أخيها العباس وهي تتذكر العباس كان موجود هذه الليلة السابقة، أخذت تنادي أن اقبل علي الليل وازدادت الوحشة ما تشوف غير ايتام تصارخ بدهشة، شيخ العشير حسين ما احد شال نعش مطروح وبجنب علي الاكبر وجسا عباس عند البارحة يحوط الصياوي يا أمر وينهي وأخوتك لهم سلحي والخيل مسروجة وهلها مستعدي يصغون للصايح ولا منهم جفنا وحسين من يسمع بكى بخيمة دخلها يسلي الحرمة وياخذ بحضنا طفل وباتت خيمنا مطنبة وتزهر بهلها صيوان أخوي حسين حالت رفرف على واصبحت واشباء للهوى شمحة اليوقو ومسيت ما علي ستار والستر بالجفو عندي يتامى ذاهلة قلوبها من الخوف وين المعزة وين زهوة ذيك الأيام. نسألك اللهم وندعوك بأحب الخلق إليك محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء، سهل اللهم مطالبنا اقضي حوائجنا فك قيد أسرائنا ارجع مغتربينا شافي مرضانا لا سيما المنظورين ومن سألون الدعاء، اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك والبسهم اللهم لباس الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. الحاضرين في هذا الاجتماع والاستماع اللهم تقبل منهم أعمالهم ولموتاهم وموت المؤسسين ومن مات على الإيمان لا سيما الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار.
نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.